بعد الشر. فاللي احنا بنقوله دلوقتي بفضل الله ايه؟ لو انت مش قادره تسيطري على انفعالاتك، حاولي انك انت من الاذر هاند، من الناحيه التانيه، تسيطري على اللي داخل جوه بقك فبيجيب لك سكر او بيزود لك السكر ولاخدك هو الضغط. كفايه عليكي حالتك النفسيه، كفايه بوظان في نفسك، ان حالتك النفسيه هتجيب لك امراض. ما احنا لسه هنقول كمان ان الحاله النفسيه ممكن تكون بتاثر كمان على طريقه اكلنا واسلوبنا لاكلنا. يعني بعض الناس حالتهم النفسيه تسوء، ياكلوا كتير جدا او يمنعوا الاكل او كمان، يمنعوا او العكس. دي اسمها اضطرابات اضطرابات الطعام الناتجة عن الحالة النفسية. أنا مش عايزة أدخل الناس في كلمة أنت عندك اكتئاب، الكلمة دي كبيرة قوي، إحنا كلنا بناخدها كده، أنا عندي اكتئاب. لا، أنا عايزة أوقف الناس واقفة مع نفسه. أنا دلوقتي بمر بحالة نفسية، لو أنت جبتي دايما دايما الحاجة اللي إحنا عايشينها إحنا شايفينها كبيرة قوي، وشايفين الحاجة اللي معانا أعظم حاجة وأكبر حاجة. لو إحنا رجعنا بالزمن تاني كده لورا، هنشوف إن الحاجات اللي كانت مدمرة حياتنا زمان لو بصينا لها دلوقتي نقول لها يا فزي. اللي هي أي حاجة زمان وإحنا صغيرين. لو أنت مثلا جالك مثلا نمرة وأنت صغيرة وقلتي إيه ده، أنا زي ده، أنا الحاجات اللي في حياتنا إحنا اللي إحنا كنا شايفينها حاجة كبيرة جدا دلوقتي والدنيا اتهدت بسببها. صح. طب اعرفي بقى انك دلوقتي برضو اللي انت عايشه فيه دوت كمان كام سنه هتبصي له تقولي ايه ده، ده انا دلوقتي اللي فيه اكتر بكتير. فبلاش تهدمي في نفسك كل يوم طب انا مش قادره يا دكتوره سمر. في ناس بيقولوا لي كده، احنا مش قادرين. طب انت مش قادره، حاولي ان الناحيه الثانيه انك تدخلي حاجات في حياتك، الحاجات دي بتثير السعاده غصب عنك. زي الشوكولات. ناميه. لا والله العظيم انا بكلمك بجد. بصي في حاجات كتير جدا بتثير السعاده اللي مفيش لا حد والله اكلمه العظيم لما يقول الشوكليت اللي خدتيها كده. انا بكلمك بجد، الشوكليت بتدي أيوة السكريات بشكل طب عام. طب اشمعنى انت جيتي على الحته، او مش انت افتكرتها بس، مش انت بس. والله يا جماعه انا ما بحب الشوكليت ولا باكلها خالص. انا مش انت بس، ده انا كل ما اقول لحد الجمله دي من امبارح وانا عماله اتكلم حتى في العياده يقول لي تشوكلت، قلت له يا سبت كل حاجه مسكته في الشوكلت. فاحنا النهارده ده بفضل الله عايزه اقول لكم ان ربنا خلق لنا حاجات تانية احنا ما نعرفهاش، او برضه ما كناش يعني مش ما نعرفهاش وما كناش عارفينها. طب هديكي مثال. الترمس. انت كنت عارفه ان الترمس بيثير السعاده؟ لا خالص. ده بفضل الله ربنا حط فيه احماض امينيه معينه، انك بعد ما تاكلي الترمس السيروتونين اللي هرمون السعاده يبتدي كله يتفرز في جسمك. والترمس كل الناس بتحبه.